تدابير وإجراءات استباقية يتبعها البنك المركزي العراقي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فإلى جانب حزمة الإجراءات الداخلية، يعمل المركزي العراقي على الانضمام للمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وآخرها منظمة إيجمونت لتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال. أهمية هذا الانضمام هو تبادل المعلومات المالية بين وحدات التحريات المالية. هي جريمة بطبيعتها هي عابرة للحدود، فأي دولة تحتاج أدوات مناسبة لتبادل المعلومات. هذه المنظمات الدولية في ضمن توصياتها أن تكون الدول قادرة وتكون لها علاقات جيدة مع الدول الأخرى، يعني هنالك نوعا ما إلزام، يعني من خلال الإيجمونت يكون إلزام على الدول بالإجابة عندما يتم طلب معلومات. فيعني العراق في هذه المرحلة هو بأمس الحاجة لمثل هذه الأدوات. تحركات البنك المركزي تجاه الحد من عملية غسل الأموال عدها مصرفيون ومختصون خطوة صحيحة نحو إعادة الثقة بالنظام المالي العراقي من قبل المجتمع الدولي، ويشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق العراقية. الثقة بالقطاع المصرفي والمالي في أي بلد يرتكز بشكل أساسي على إجراءات هذا البلد بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فبالتأكيد تعزيز هذه المسألة سيعزز وضع العراق بشكل عام من ناحية التعاملات المالية والاستثمار في العراق. فهذه خطوة مهمة وركيزة أساسية للقطاع المالي والمصرفي. غسيل الأموال وتتبع حركة الأموال، قد تكون هناك أموال دولية تأتي إلى البيئة العراقية وتحاول تغيير جنسها وتخرج من جديد. فحاليا وجود علاقات مصرفية على مستوى كبار المراسلين الدوليين، خاصة بعد خروج العراق من البند السابع، من الممكن أن يكون هناك إيقاف لعملية غسيل الأموال في البيئة العراقية. توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات بالجرائم المالية استراتيجية يتبعها البنك المركزي في التعامل مع الأنشطة الجرمية، لا سيما وأن أغلب الجرائم المالية هي جرائم عابرة للحدود وتحتاج لتعاون دولي. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.